لا لا على طول زي ما انت على طول كده ده خش لا لا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، متابعي موقع خبر اليوم. خبر اليوم النهارده موجودين معاكم وتحديدا من السيده زينب. السيده زينب بنتكلم على قهوه المعلمه كيداهم في النصريه. المعلمه كيداهم اللي احتلت مواقع السوشيال ميديا وابهرت الجميع باكتشافها للترندات وللمواهب في كل مكان، وبتقول انا تحت امر الجميع وبحتوي الجميع. المعلمه كيداهم اسم كبير، اسم تقيل، اسم عظيم، شخصية رائعة، شخصية جميلة، بنت بلد وفيها الشهامة. معلمة كيداهم بنقول لك كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب. النهاردة موقع خبر اليوم صممنا ان احنا نيجي نصور معاكي ونشوف المعلمة كيداهم ونعرف شخصية المعلمة كيداهم وتحكي لنا اكتر باستفاضة مين هي المعلمة كيداهم. المعلمة كيداهم بنت السيدة زينب من شارع المصرية عن جدود جدودي قعدتي لي. قعدتي دي عن جدود جدود كانت جدتي اكبر معلمه في المصريه. جدتك؟ جدتي كانت اكبر معلمه في المصريه. كانت اكبر معلمه في المصريه؟ طبعا مش انا اللي بقول، التاريخ اللي بيقول. انا واخده المعلمه عنها. يعني اسم المعلمه دي اسم وراثه؟ اسم وراثي. ما جاش معاك كده وليد صدفه مثلا ان انت لقيت نفسك ان لقب مثلا المعلمه كيداهم؟ لا بص اقول لك حاجه، انا متربيه في وسط عيله كبيره. فانا اتعلمت الصلابه منهم، اتعلمت ان انا اكون قلبي جامد، اتعلمت ان انا يكون عندي طموح وما يهمش حد غير ربنا. هذه المعلمه كيداهم. ان انت تكوني متواجده في السوق وتنزلي السوق وتتواجدي وتكوني موجوده في السوق، فده موقف بيديكي طمأنينه ان انت قلبك قوي وعندك عزيمه واصرار ان انت تكوني متواجده في وسط الناس وفي وسط يعني الشباب وفي وسط بشهامتك ورجولتك ونخوتك ان انت تبقى موجوده. وانا حابه اني انا اسعى على رزقي. طب هسعى على رزقي وانا في البيت ولا انزل اعمل مشاريع واحقق طموحاتي وانجح في ده واسقط في ده؟ ما هو برضه الواحد لازم ايه، يقوم ويقع يقوم ويقع عشان يقدر يعمل حاجه. وقعتك وقومتك بتديك حماس وبتديك طمانينه ان انت بتواصلي العمل. اقوى من الاول. ترجعي بصمود اكتر. اقوى من الاول. والحياه علمتني ان انا ما اتكلمش كتير. الحياه علمتك؟ ما اتكلمش كتير. من كسر كلامه قل فعل. قل فعل. النهارده امثال زمان دي فعلا بتتطبق وليها مكانه عند الانسان. واحنا انا عن نفسي عايشه عشتي بالعيشه بتاعت زمان اللي انا اقترحت وكبرت في وسط اهلي وفي وسط عيله وفي وسط معلمين. فانا خدت الحاجه دي. نشاتك تقدر تقولي نشاه بسيطه ولا طلعت في نشاه ايه؟ لا انا ما شفتش في نشاه بسيطه عشان ما اكذبش عليك. انا اتنشات في عيله متيسره. بس انا كان عندي طموح ان انا اعمل حاجه لنفسي بنفسي. كان عندك طموح ان انت تحققي ذاتك؟ طبعا. تحقيق ذاتك ايه جا معاك ازاي؟ هقول لك تحقيق ذاتي جه معايا ازاي. انا كنت عايشه وجت عليا يوم كده اترزعت كده رزعه جامده كده هي اللي خلتني اقوم. هي اللي خلتك تقومي وتصحي. وقعتك ادتك اصرار ان انت تتواصلي تاني وتقولي انا هتواصل ولازم افوق من الوقعه اللي انا قمت منها. ايوه ان كنت انا كان عندي 23 سنه ومعايا 3 ولاد متحملين في رقبتي لوحدي. بطولي؟ بطولي. بس برضه رحمه الله عليه ابويا وامي برضه ما سابونيش.
خندوني وربوا معايا عيالي وخليت ولادي برضو بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليهم. ولادك النهارده من خلال طبعا صفحاتك للتيك توك والسوشيال ميديا ومنصاتك المتواصلة في كل مكان النهارده بنعرف ان انت بسم الله ما شاء الله ربيتي وعلمتي وكبرتي الحمد لله. نسمع ان انت عندك تعليم عنده. تعليم مربيه ومعلمه تعليم عالي طبعا النهارده تعليمك. امال انا كنت هكون ازاي؟ ما انا لازم اعمل حاجه. العيل ده بتورثه ايه غير علمه؟ العيل ده لما اتعلمه ويبقى قاعد في وسط مجتمع عارف يتكلم وعارف يقول وعارف يمثل نبقة الكلام طبعاً ودراسة الحياة طبعاً. معلمك هيداهم ان انت النهاردة تكتشفي للمواهب وكل المجالات نجوم بيشوفوا نجوم كبيرة نجوم عظيمة بنشوف ترندات ملوك التيك توك والبلوجرات والجماعة دول كلهم موجودين عند الدنيا حبهم للمكان ده وشخصية المكان ده يرجع ليه. بص هما بيشوفوني يعني اقول لك حاجه وانا محتوياهم كلهم محتويات كل اي حد بيجيني هنا حتى كان هقول لك بيجوني من البلاد العربيه. اشمعنى موضوع البلاد العربيه؟ كلمينا ايه موضوع البلاد العربيه اللي بتيجي للمعلمه كايداهم والمكان ده كل بلوجر في بلد عربي بيجي عشان يتصور معايا ويعمل معايا حديث ان كان السعوديه كان الرياض وكان الكويت قطر الامارات دبي كله بيجي لك الشعبيه في الاماكن دي. اه الحمد لله وبيجوني مخصوص بيجوني زيارتي مخصوص طبعا حب وكرم من عند ربنا. انا مش محتاجه حاجه من حد الحمد لله انا عندي اللي يكفيني بس بقصر من حب الناس يعني عايزه ان ربنا كمان ما دي نعم ربنا اللي حد بيجي لك من بلد لبلد عشان يسال عليه ما هو ده كرم من عند ربنا. ده فضل طبعا. لو هنتكلم عن المعلمه كايداهم الاسم الكبير الاسم الرنان الاسم اللي فعلا بقى خاطب الاضواء دلوقتي الحمد لله. لو هنتكلم عنك بنتكلم ان احنا دلوقتي سمعنا عنك من منصات السوشيال ميديا دلوقتي ان انت فعلا اسم كبير الحمد لله. بتكتشف المواهب. ايه فكرتك لاكتشاف المواهب في التمثيل والغنى تمام والفن وتكتشف المواهب كل يوم والتاني تطلع لنا ترند جديد؟ بص هما بيجوني انا بحتويهم ببص الاقي ان هي الشخصيه اللي هو عايز يكون فيها ان هو فعلا اكتر ترند ممكن نقول موجود على الساحه حاليا خطف الاضواء واحتويتيه وقلت فعلا انا لازم احتوي الشخصيه دي بالرغم ان هو الظروف مش مساعدانه ان هو يوصل بس شخصيه تستحق الدور. مين؟ جعفر العمر. ده تصريح على فكره والله جعفر العمر بيقلد شخصيه الفنان والممثل محمد رمضان شكله كله والشكل وكله والمليجي الاثنين بحتويهم دلوقتي المليجي وجعفر العمر دول محظوظين دول ان انت بتشهد ليهم. لا انا مش متقمص لا هو فعلا الشخصيه بتاعت محمد رمضان جعفر العمر الاسم الحقيقي اللي انت بتقول عليه الشخصيه اللي دي اسمه ايه الحقيقي؟ اسمه كريم وهو كريم فعلا بفنه محترم جدا وابن ناس جدا. النهارده احنا شايفين حبايبك جايين لك من كل مكان طبعًا. عشان يشاركوك الفرحه الفانس بتوعي الفانس بتاعهم حفلات ده دول حبايبك ده صممت الاخت اللي موجوده معانا والكادر موجود قدام منها صممت ان هي تكون موجوده وتقول انا جاي عشان اتصور مع المعلمه كايداهم وتقول للناس ان انا حبي للمعلمه كايداهم لا يظهر اي حب. في البدايه بنرحب بيك نتشرف بحضرتك معلمه كايداهم وانت صممت وقلت لازم اتصور معاها مصممة وقلت لا هتصور معاها بتحبيها؟ كلمينا عن المعلمة كده سمعت عنها ايه؟ علي صوتك كده وسمعينا. بنت بلد اول مرة تجي لها المكان هنا؟ كنت جاي عشان تشوفيها صممت ان انت تيجي عشان تشوفيها ولما شفتيها وسمعتيها وشفت القنوات بتسجل معاها والناس جايه تسجل معاها وحبايبها كتير والكلام ده. يونس من الجزائر بيسلم عليكي بيقول لك والله محبوبه وبحبها امراه بألف رجل محبوبه جميع من الجزائر. حبايبي من الجزائر. طب انت لما شفت المكان وشفت المعلمه كايداهم ودخلت المكان وحفاوه الاستقبال ويعني مقابله المعلمه كايداهم تقولي ايه؟ كنت نفسي اشوفها.
كل الكلام ده بتقوليه فعلا وانت في قهوه المعلمه كيداهم اللي هي بتحتوي كل النهارده واللي جايبه كل النهارده. طبعا مش حضرت ليها ممثلين ولا فنانين ولا حد يعني. حضرته يعني المكان ده على طول ولاد بقى. انا حضرت كتير يعني شفت كتير جدا. نرجع بقى للمعلمه كيداهم. معلمه كيداهم لما تسمع الكلام ده من حبايبك وروادك وفي مكانك وفي الكافيه بتاعك بيقولوا الكلام ده شعورك ايه؟ هنرجع ليك انت لما بتقول لي عايزه ايه تاني مستنياه تحققي بيه طموحك. اكيد طبعا. قلت لك لا انا ربنا اداني وانعم عليا حب الناس. وديك شفت حب الناس لا يضاهيه اي حب. هو ده الكنز. طبعا. الكنز مش فلوس. ما عندك بص كنوز العالم والناس بتكرهك. ما يسوش حاجه. يبقى انت زعلان ولا من حاجة. نفسك زعلان من نفسك ولا حاجه. يكفي كده بالليل لما باجي اتسحر بيتسحر معايا 10 12 من الحب كده. ما تخلينيش نقول لك الكلام ده ولا لك انا اتسحر معاك النهارده. فانز جديد دلوقتي في واحد فانز جديد هيخش عليك دلوقتي حابب يتصور معاكي. اتفضل يا حاج عادل. دخلنا بالتقيل كده بقى يا جماعه. دخلنا بالتقيل كده الحاج عادل حجاج. تعالي على اليمين خليكي زي ما انت يا شيخ. الحاج عادل حجاج اللي صمم يا جماعه ابن الشرقيه حبيبي القدير حبيب. المبدع طبعا حبيب. اللي طبعا الدنيا يعني كلها عارفاه. تحيه بقى للحاج عادل حجاج وتحيه للشرقيه وتحيه لليوم السابع من قلب الحدث واهل بلدي. السيده زينب. السيده زينب من قلب كيداهم من الحاج عادل حجاج موقع. الله يسهل لك يا حاج عادل. بنشكرك يا استاذ يونس من الجزائر. شكرا جدا. واليوم السابع طبعا معلمه كيداهم حب الناس والمعلم يعني معلمه يعني كيداهم. بص الحاج عادل حجاج ده لما يذكر اسمي وهو في الشرقيه وانا هنا في السيده زينب ده حب وكرم ولا لا؟ طبعا. طب انت عايز تاني ايه بقى؟ طبعا. لا وصمم كمان ان هو يكون موجود معاكي في الكادر ويقول لا ده انا طالع معاها في الكادر عشان اقول للناس ان دي بنت بلد جدعه اصيله علشان كل اللي ما يعرفش الفضل يرجع لابويا والام والجدودي. يا جماعه انت ما تحكمش على واحد انت ما قعدتش معاه ولا اتكلمت معاه ولا اختلطت بيه علشان كده بنقول لك يعني كل واحد يراعي ربنا في الكلمه اللي بيقولها. انت اي مشاهد لتعلق باحترام وبتقدير لاما معلش ان كنت تعرفها قول كلمه حق ما تعرفهاش قول ما اعرفهاش قول ما اعرفهاش. معلمه كيداهم اهي والصوره قدام منكم. انت تعرفها قول في حقها كلمه ترضي ربنا ما تعرفهاش قول برضك انا ما اعرفهاش واعتكف الصمت واعتكف الصمت. خلي بالك يا استاذ حازم انا ما بزعلش من التعليقات السلبيه. لا انت ليك حريه الراي تتكلم عليا. انا ما بعلقش على التعليقات السلبيه الا اذا كان في حاجه واحده بقول انا لو انا اعرفك شخصيا وشفت عليك حاجه او شفت موقف اجي اتكلم فيه. لكن انا مش فلتكن خيرا او لتصمت. الله ينور عليك. لا اقول الخير لا اما اصمت. عندي تعليق اقول تعليق بشفافيه واوضح وجهه نظري بشفافيه لا اما ما اتكلمش. ده وجهه النظر. انا اما بعرض على التعليق سلبي في اي موقع من اللي انا بطلع فيه انا ما بزعلش. انا ما بزعلش لاني انا فخوره بنفسي وبحب نفسي لان انا ما بعملش غلط. انا واقفه على ارض صلبه ما بعملش الغلط. بيجيلك اشراك؟ طبعا طبعا وبكون اكتر واكتر واكتر كل ما بسمع تعليقات سلبيه او بقرا تعليقات سلبيه بصمت اكتر واكتر واكتر وبعلى اكتر واكتر واكتر ولا بيهمني اكتر المواقف عشان انا عارفه شخصيتي ايه. اكتر المواقف من خلال التصوير اللي قابلت المعلمه كيداهم وحدت في نفسيتها وخلتها زعلت وخلت في نفسيتها موقف معين. لا كتير اقرا تعليقات سلبيه ولا بيهمني ولا بيهمني. انا عندي ثقه في نفسي. قوه صلابه زياده عن انا عندي ثقه في نفسي. ايوه انا عارفه نفسي انا ايه. واثقه في نفسها. لا اله الا الله. انا بحب شخصيتي وبحبني وببقى نايمه على مخدتي كده اقول برجع الشريف انا ايه النهارده انا ايه والله انا ايه ده ايه اللي انا عملته ده ايه القوه اللي فيا دي. يعني انت حاطه سيستم لنفسك ان انت مثلا الاسبوع سبع ايام السبع ايام دي قمت بيهم في ايه ودرست ايه وعملت ايه وايه البروجرام اللي انا قدمته في السبع ايام. والحمد لله بطلع كمان وكمان وكمان ومش ده كرم ده كرم ربنا. انت بتحط سيستم لنفسك كده او بنود معينه ان انا في الشهر ده ايه اللي انا حققته في الشهر ده وايه النجاحات اللي عندي وايه اهدافي ولا بتبقى ماشيه دنيتك ازاي؟ الحمد لله. وانا بلاقي نفسي كل ما بسمع او حد اقرا ان هو معلق عليا تعليق سلبي دي بتديني صعوبه. ما بترضيش؟ لا ولا بعبر حد. اذا كنت انا حابه شخصيتي وحابه نفسي أم انا علق على ايه انا؟ ما انا عاجبه نفسي مش مستنيه حد يقول ويسقف وانا على مسرح. لا انا
انا عايشة كده طبيعي. مش يجوز بينتقد بعض الناس اللي بيقولك مثلا بعد احترام ليك بالكلمة في بعض الناس ممكن تكون انا معجب بشخصية المعلمة كده مش معجب بشخصية حد معين، مش ممكن انتقد حد معين انت بتجيبيه هنا واتكلم عليه ولكن الصورة بتندم. بقولك ايه، انا ياما جبت ناس وطلعت ناس ولقيتهم بيجروا مني ومتضايقين من شخصيتهم ومتضايقين من حب الناس اللي داخلين عليهم ومتضايقين من الهدايا ومتضايقين من ده. بنطر على طول ماشي حلو قوي يعني بقعد والناس بتبقى حواليا وببص الاقي جيره وده وده ماشي اخلص اخر اليوم وقابل كويس بعد كده سلام يا صاحبي. انت مستكتر عليا حب ربنا جيت تقعدي جنبي ليه؟ ايه انا عامله ايه؟ انا عايش حياتي هي حياتي. أنا بابا المجال زي ما بيقولوا، انا في مجالي وفي شغلي ولا عايز اروح لفلانه ولا عايز اروح لعلانه، انا مكتفيه بنفسي كده بس انا كفي على نفسي. يومك بيمشي ازاي هنا؟ يومي بيمشي ازاي؟ انا بقفل هنا الساعه 6 ومن 6 لغايه 10 بقعد على التيك توك ومن 10 بحاول انام بعد كده. يعني احنا جينا سهرناك بقى؟ لا ده رمضان بقى، ده رمضان. نشكرك يا استاذ سيد. تمام. استاذ يونس من الجزائر يعني عمال يبعت تعليقات بسم الله ما شاء الله حيي بقى. ايوه يا يونس من الجزائر احييك وحي اهل الجزائر وحي اهل العراق وحي اهل بغداد وحي اهل قطر برضه اللي بيجوني والكويت والسعوديه والرياض. يعني انا مش قادر اقول لك اهل الرياض دول كلهم يعني لموا نفسهم وجودهم. تحيه خاصه ليك يا استاذ يونس وامريكا برضه. تحية خاصة ليكوا يا جماعة، تحية خاصة ليكوا. كرم ربنا عليك. معلمة كيداهو. نعم. احنا فخورين بلقائك وحديثك الشيق الممتع وبصراحة. الفخر كان ليا والشرف ليا ان انتوا افتكرتوني ودخلتوا المكان بتاعي. والنهاردة بقى. احنا مبسوطين وسعداء جدا ان احنا التقينا بيك النهاردة. حبيبتي. لا ده احنا اتفاجئنا بمين كمان؟ مؤمن المليء. اللي انت بتقولي من ضمن اكتشافات المعلمة كيداهو. مؤمن المليء. كلمينا عن مؤمن المليء. مؤمن شخصية جميلة أوي وإنسان بسيط جدا ومؤمن أكبر من كده بس هو وأنا برضه كل محترم يخش مكان كل أدب يجنني الاحترام محترم شايفه مؤمن بيجي مش انت حد عادي ومحدد ان هو يكون المنيجي وشخصية المنيجي عادي. تجيبه شمال تجيبه يمين هو حابب شخصية المنيجي. تجسيد شخصية المنيجي مش اسم كبير ان هو يمثل شخصية عظيمة بحجم وقيمة محمود المنيجي. والله كل واحد مقدر. كل سنة وحضرتك طيب. هو قادر يبقى كده خلاص عنده عزيمة حابب الشخصية. ما تقدرش تمنع اي انسان من حاجة حبيبها. طب المعلمة كده سمعتيه فعلا بفنك واللي انت سمعتيه شايفة فيه شخصية المليجي؟ شايفة فيه. لا بيأدي الدور كويس. بيأدي الدور كويس. بيأدي الدور كويس. تأدية دور المليجي صعب. صعبة لان انت بتتكلمي على عملاق للشاشة المصرية. هو مش قد الدور قدامك انت ايه كان المليجي قدامك ولا مش المليجي؟ انا بسيب الحكم للجمهور اللي يحكم. ماشي. انا حكمي انا. تسلم يا استاذ يونس ربنا يبارك فيك. شهادتي انا مجروحة. بس هو حابب الشخصية. صوت واضح يا جماعة. الشخصية مش هنقدر ان احنا نمنعه من حاجة بيحبها. هو بيحبها لذاته. زي ما انت. قربي شوية. الصوت واضح يا جماعة، حد يقول الصوت واضح؟ الاعلام السيد الساعاتي الصوت واضح؟ استاذ يونس الصوت واضح؟ طيب حاضر عيني تمام. اتفضلي كملي. المعلمه كيداهو. المعلمه كيداهو بتتكلم بجراءه وشجاعه وشهامه. شهامه بنت البلد. شهامه بنت البلد. هي دي شخصيتي. هي دي مكانتي. هو ده مكان اكل عيش. انا ما مش بتصنع ان انا فلانه ولا علانه ولا تلتانه. انا طالعه في مجالي. انت كلمتينا من شويه واحنا بنسالك بقول لك انت اكتشاف المكان ده اكتشفت موهبتين. ماشي. موهبتين كبار جدا. لو انت هتختار موهبتين تقولي فعلا ان انا اكتشفتهم على ارض الواقع شخصيتين كبار. قلت فيهم قلت قلت فيهم شخصيتين كبار. قلت شخصية لمؤمن المليجي وقلت شخصية تانية لشبيه
جعفر العمدة. هما شخصيتين ما بيمثلوش هما طالعين بالواقع. انت شفت شبيه جعفر العمدة وطبعا انت ليك رؤية طبعا، وطبعا سمعت اصوات كتير وفنانين كتير وزي ما بنقول المكان ده طول عمره ولا طول عمره ولا شبيه جعفر العمدة فعلا. لما سمعتيه لقيت فيه شخصية محمد رمضان، تحس ان هو محمد رمضان ما بيمثلش، لا هو هو كسمه. لما بيظهر لك في المكان انا ما فيش حد مثلا يقول لك الناس انا ما بتتلمش حواليه تقول لك لا نتصور معايا وفرحانين بيه. هو ما هي الناس كلها بتيجي تتصور معايا ومعاهم على الترندات اللي بيجولي، الناس بتبقى حباهم ايوه. معلمك كده نعم. النهارده الحوار معاك شيق طبعا وممتع. انا شيق انا حبوبه بجد يا جماعه، دمها خفيف ماشي، وبجد يعني كده تحسوا فيها ان هي روح الست المصريه بمعنى صح، مش مقفوله، مش البني ادمه اللي هي بمعنى صح ان انت تبص تلاقي واحده قفله كده تتكلم معاها، لا بحوحه بتقضي الدور بتاعها ان هي بتقول انا بنت بلد ولو انت مش عارفني تعالى بنفسك وشوف واقعد معايا وانا اتشرف بيك في مكانك وخد واجبك وعرفني ليك وجهه نظر قولها لي بصراحه ماشي، مش عيب. انا مش بزعل من وجهه النظر بس بزعل ولا بزعل من التعليقات السلبيه. ان كنت انا شايفه نفسي ان انا ما بعملش غلط، انت شايفني قدام عينك ان انا بعمل غلط، خلاص خلي فكرتك دي لنفسك انما انا معجبه بخصوصيتي. ولكن لو حد في يوم من الايام جاي يقول للمعلمه كيداهم انا جاي لك بنفسي عشان اقول ان انا بنتقدك في 1 2 3، ما لقيتش حد كده قدامي ولا حد قال، الناس كلها حباني. اقول الناس بتكرهني، انا بلاقي التعليقات السلبيه دي بس على المواقف اللي انا بطلع فيها. طب ليه؟ ما اعرفش، هي في ناس متخصصه. ما احنا برضك زي ما بنلقي الضوء على الجزء أنا الحسن لابد ان احنا نلقي الضوء على السلبيات. انا بحس ان في ناس صحاب المواقع دي بقى عايزين حد بيقولوا بيكتبوا التعليقات دي عشان يشدوا المشاهدين لاكتر واكتر واكتر واكتر. الاعلامي السيد السعاتي بيمسي على حضرتك وبقول لك المعلمه كيداهم من الناس المحترمين والجدعان جدا في مصر. حاج السيد السعاتي ده طبعا صاحب موقع خبر اليوم. حبيبي حبيبي حاج السعاتي، احنا طبعا كلنا طبعا بالموقع يعتبر بضيافه الحاج السيد صاحب الموقع اللي صمم ان احنا نصور معاك النهارده. ليك يا حاج السيد وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك وعلى قصه، وهو مصمم ان يكون في زياره قبل العيد ليكي وقال انا هاجي شخصيا. ده انا على عيني وراسي والله، ليا الشرف. إيه طبعا الشرق. احنا بنتكلم مع حاج عادل حجاج، حابب تقول ايه للمعلمه كيداهم النهارده؟ تقول ايه للمعلمه كيداهم؟ دي بابا صلى على النبي نجمه مصر، واتشرفت بلقائها النهارده، لقيت انسانه ذهبيه جد، انسانه محترمه، انسانه كبيره، كلامها رقيق، بتحب الكل، بنت بلد بنت بلد بنت بلد بنت بلد بنت بلد. بدور الاعلام ودور الصحافه ودورك في سنينك في الصحافه والاعلام، توجه رساله كل اللي بينتقد المعلمه كيداهم وتقول له ايه؟ اقول له قص شويه واقرا كويس اتكلم عن مين بس يكفي كده. يعني انت النهارده لو انت بتتكلم بدور الاعلام وبدور الحاج عادل حجاج الاعلامي المعروف اللي طبعا معروف للدنيا كلها، معروف مين هو الحاج عادل حجاج، انت جيت شخصيا وشفت المعلمه كيداهم، توجه رساله تقول ايه؟ السوشيال ميديا حاجه والطبيعه دلوقتي على الطبيعه احنا شفناها حاجه تانية خالص. انت سمعتها من قابلنا منصات السوشيال ميديا، احنا شفناها على السوشيال ميديا وجينا لقينا حاجه تانية بسم الله ما شاء الله. يعني هم يشوفوا كلام المعلمه ويقولوا ايه هي ومين هي والجمال والرقة والحلاوة والذكاء كل شيء فيها. انت شفتها بقى. انت شفتها من خلال منصات منصات النت والمحطات التيك توك والكلام ده كله والتعليقات وكلام، لكن لما جيت قعدت معاها كلم الناس لما قعدت معاها لقيت ايه؟ لا 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 حاجة تانية أوي 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 أوي، إنسانة رقيقة بنت بلد محبوبة، أنا حبيتها وهي قاعدة، حبيتها جدا جدا جدا. شرف ده احنا دخلنا على الأتوبيس المكيف كده جد.
اي شخصيه محبوبه تتحب بسرعه تدخل القلب. نرجع للمعلومه جدا 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 جدا. الاعلامي السيد السعاتي بينور بيمسي عليك الاستاذ السيد السعاتي بيمسي عليك الاعلامي الحاج السيد السعاتي بيمسي عليك وبيقول لك انت منور الدنيا كلها. حبيبي حبيبي يا غالي تسلم لي يا رب. سؤال للمعلمه كيداهم كم قلب ليكي عندك؟ والله اجمع كل قلوب العالم في قلبك الحاج الاستاذ يونس بيقول لك كده. حبيبي يونس. يا يونس انا حبيبي انا شويه كده وهفتح اكون معاك على التواصل الثاني في على التيك توك وهحييك اكتر واكتر وانا ليا الشرف برضو ان انت تحضر حديثي دوت لاني انا بعزك يا يونس وربنا اللي يعني. مليجي مصر. مليجي مصر الحاج الاعلامي السيد السعاتي بيمسي عليك. اتفضل يا استاذ محمد. شبيه المليجي. شبيه المليجي. شبيه المليجي وهنقول ابعتها له. واللي يقول لك المليجي انتهى قول له دي ايه؟ قول له يا حبيبي ده عندها. اه. كلام المليجي هو الكلام. لا 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 الكلام ده تقيل يا ريس. شخصية المليجي وتأسيس شخصية محمود المليجي دارت معاك ازاي بصراحة؟ كلام على المكشوف. أنا بحب على المكشوف أحب الصراحة مفيش أحسن من الصراحة. كلمني بصراحة بقى وخش لي بالصراحة. بس كده لحظة. آخر عام آخر سنة 2022. شهر نوفمبر او ديسمبر في التحقيق. قلت يا صابت يا خالد. قلت بقى انا هكسر شخصيه محمود المليجي كترين سوشيال ميديا. جيت عملتها هوب جبت 2 مليون في يوم واحد. لا استنى بقى عليا. لا استنى عليا. 2 مليون في تغطيه تكسير شخصيه محمود المليجي. في خلال قد ايه جبتهم؟ في يوم واحد. في يوم واحد؟ خلال 3 4 ساعات. 3 4 ساعات قمت بدور ايه؟ كسبت شخصيه الاستاذ محمود. اكتر حاجه اللي جبت فيها الرقم القياسي ده ايه؟ اشرب السيعنج. لما اتكلمت قلت اللي انا يعني انا لما قلت حفيد بس انا ليس حفيد. انت قلت حفيد؟ اه لما قلت كده طلعت للمواقع في البدايه وقلت ان انت حفيد محمود المليجي. قابلت الموقف ازاي لما لقيت نفسك ان انت بتقول ان انا حفيد محمود المليجي؟ الموقف كان بالنسبه لك ايه؟ بس انا مش حفيد ولا حاجه ولا ليس حفيد شبهه. ادعيت الكلام ده؟ ايه؟ ادعيت الكلام ده في البدايه. اه وحصلت مواقف صعبه جدا. اه العائله بس انا شبيه. انا بقول في البدايات في اول ما حصل يعني في اخر السنه عشان تاخد التريننج. ايوه عشان يشد مليون و4 مليون والدنيا ضربت عشان بس هم حبايبي. انت حبيت طبعا ان انت شايف شخصيه محمود المليجي العظيم الممثل القدير محمود المليجي ملك الشاشه ان طبعا حبيت ان انت تكتب الشخصيه دي ولكن كنت حابب توصل للشخصيه ازاي مش عارف فقلت ان انا حفيد المليجي. قابلتك عقبات في اثناء الموقف دوت وقابلتك طبعا مواقف عديده فاضطريت ان انت تقول يا جماعه انا مش حفيد الراحل محمود المليجي العظيم ولكن انا حابب اقوم بدور الفنان الراحل محمود المليجي. طبعا مش ده اللي حصل منك؟ ايوه طبعا. ولا مش هو ده؟ لا هو ده اللي حصل. لما قمت بالدور ده بعد كده اكتر الناس طبعا كان في ناس بتعلق تقول لك محمود المليجي مين يا عم ده مش في شبه من المليجي ده ما يعرفش المليجي ده مش عارف ايه الكلام ده. قابلتك التعليقات دي كتير. انت كمحمود يا مليجي ولا قصدي كمؤمن يا مليجي معلش يعني الحقيقي مؤمن المليجي النهارده بتتكلم مؤمن المليجي حته للراحل محمود المليجي عشان نقول للمشاهدين اهو محمود المليجي ونختم بيها زي ما قال الحاج عادل الحجاج كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله لما كانت حياتنا متعلقه بشعره وبيننا وبين الموت خطوه واحده ما خفناش هاجبنا بصدق حاربنا عدونا ليه؟ عشان كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. اتفضل يا شيخ حسونه ادي عبد الهادي وادي محمد وادي دياب وغيرهم وغيرهم من رجاله البلد. نقول بكره بتتعدي نقول الصبر طيب واللي يقول كلام واللي معرفش يقول ايه بقينا عايشين في كلام نايمين في كلام كل حياتنا بقت كلام في كلام في كلام. المليجي واحد بس رقم واحد في مصر واللي يقول لك ابعتها له يقول لك المليجي انت ابعتها له في وش حلم المليجي على ارض الواقع ونفسه يتحقق ويقول يا رب حقق لي حلمي واحنا في شهر المغفره والطاعه والعتق من النار وتستوي يا
ربنا يستجاب. الحلم اللي انت بتحلم بيه وتقول يا رب حققه لي. الحلم اللي انا بحققه ان المنتجين تراعي الموهبه بتاعتي، تشوفني المخرجين يعني حققوا لي حلم. يعني انا ورا حلم لحد ما احقق اكتر من كده ومن كده. انا في طريقي ما بتعبش. مفيش حاجه بتيجي بالسهل يا استاذ، وان شاء الله يوم من الايام هوصل اللي انا عايزه اكتر واكتر واكتر. وهنيجي نقابلك في المكان ده تاني طبعا. لا انا طول عمري هفضل هنا مهما ربنا شفت يا معلمه. يعني دي مقوله بقول مهما ربنا اداني واعطاني مال المال عشان انا وصلت الملايين الملايين كله. هفضل زي نفس المكان واجي اسلم على المعلمه كيده زي ما قالت وزي ما بتكلم وزي ما بتقول. وش الخير طبعا، وش الخير عليهم كلهم. وش الخير عليهم كلهم. ايوه. اما بطلع واحد معايا وبيوصل لسبعة مليون وثمانية مليون، هو بياخد اللي بياخد المشاهدات دي ليه؟ عشان هو عندي هنا، عشان النيه صافيه. ده احنا نجيلك بقى ناخد الترندات دي حبايب. ده الحاج عادل الحجاج هيطلع ترند النهارده. ما انا هتصور معاه وهنزلها على التيك توك. اوه ده تصريح يا حاج. انت عديت يا حاج. طبعا يا جماعه الحاج عادل حجاج مبسوط بالمكان، مبسوط بتواجده مع المعلمه كيداهم، مع مؤمن المليجي شبيه الراحل العظيم الممثل القدير محمود المليجي. مشاهدينهم متابعينا في قرار. طبعا احنا معاكم من السيده زينب وتحديدا من نصريه قهوه المعلمه كيداهم. كان حصريات مع المعلمه بنت البلد اللي الشهامه مسكاها والنخوه والجدعنه في دمها، وطبعا القدير اللي صمم يكون موجود معانا القدير الحاج عادل الحجاج وشبيه محمود المليجي. طبعا لابد ان احنا نلقي الضوء على قهوة المعلمة كيداهم. بيحبوك جدا يا ملكه، بيحبوكوا كلهم يا ملكه والله. بصي هم عيله استاذ يونس كلها هي هتتابعك طبعا وهتتواصل معاك. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، طبعا دي كانت صوره حيه من مكان النجوم، مكان جميل، مكان اكثر من رائع، اجواء عظيمه. سيده زينب، فرحه السيده زينب في النصريه، واحنا في النصريه طبعا المكان الجميل المكان الرائع ده المعلمه كيداهم. في نهايه حديثنا للمعلمه كيداهم تقولي ايه لموقع خبر اليوم اللي تواجد النهارده صمم يكون موجود معاك؟ طبعا انا سعيده بيكم او ما جيتوا ليا، وانا طبعا اكني للجريده كلها الاحترام لانها اهل كرم، وانا كمان اوجه شكري للحاج عادل عادل الحجاج الحاج عادل حباب حبيبي لكمني والله من كتر حبه ليا. ربنا يخليك ورمضان كريم عليك وعلى الاسره الكريمه حبيبي. اعزائي الساده المشاهدين، مين هيتشال على راسي؟ طبعا الاستاذ يونس وعائله الاستاذ يونس في الجزائر حبايبي. انا بتمنى لو هم نزلوا مصر اشوفهم وهيبيعوا طبعا الحفله الحلوه زي ما هم بيكونوا لي الاحترام في كل موقع بطلع فيه او تواصل معايا على التيك توك. فانا طبعا اكيد لك الاحترام يا استاذ يونس. صفحاتك على تيك توك اسمها ايه؟ المعلمه كيداهم السيده زينب. دي صفحتك؟ اه. الكل يتابعك عليها؟ ايوه. اعزائي الساده المشاهدين مشاهدي موقع خبر اليوم، اللي حابب يتابع صفحه المعلمه كيداهم، المعلمه كيداهم السيده زينب. طبعا الكلمه والكلام بيقول كله عندها ان هي طبعا بتقول صفحتها وبتحكي بتقول اللي عايز يتابعني يا مرحب بيه على صفحتي، انا تحت امركم كلكم وانا تحت امر الجميع في كل مكان. اعزائي الساده المشاهدين دي كانت رساله موقع خبر اليوم من نصريه. سعادتي طبعا
من السيدة زينب. نشكر تواجد الحاج عادل الحجاج اللي صمم يكون موجود معنا. إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكل الاحترام كله لموقع خبر اليوم، وأنا سعيدة بيهم وسعيدة أنهم موجودين المكان، وإحنا سعداء بيك طبعا. والتحية للحاج سيد طبعا صاحب موقع خبر اليوم، وكل الاحترام ليك، ورمضان كريم عليك وعلى الأسرة الكريمة. ونهاية التحية للحاج عادل الحجاج. ونهاية التحية لحبيبي بقى العشق دوت الحاج عادل الحجاج اليوم السابع. حبيبي حاج عادل ربنا يخليك، وحضرتك طيب عليك وعلينا وعلى أمة المسلمين. ده حوار مع بعض.